على مدى العقود المنصرمة انتهجت قطر سياسة عدائية تجاه البحرين، ويتضح ذلك من خلال العديد من التدخلات والممارسات القطرية السلبية تجاه البحرين في المجال الأمني، شملت تجنيد العملاء والسعي لزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين. لم يكن القرار الذي اتخذته مملكة البحرين والعديد من الدول الشقيقة والصديقة تجاه قطر محض صدفة، بل كان الخيار الوحيد المتبقي بعد سنوات من التراكمات القطرية الخطيرة التي سارت بحذائها محاولات بحرينية متواصلة لحل سلمي. ففي عام 1984 قامت المخابرات القطرية بتجنيد اثنين من المتعاقدين مع وزارة الداخلية، حيث تمت عملية التجنيد عن طريق أشقائهما العاملين في الدفاع المدني القطري، وقد تم الاجتماع بهما في إحدى الدول العربية للاتفاق على دورهما وتوجيههما لجمع معلومات حول القوات المسلحة البحرينية خاصة المتواجدة في جزر حوار، وقد قام المدعوان بجمع وتمرير معلومات حساسة إلى المخابرات القطرية تتعلق بالقوات المسلحة البحرينية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها والأمور المتعلقة بسلاح الجو وقواعده ومطاراته ومعداته وأنواع طائراته الحربية ومواقع الوحدات العسكرية الأخرى وأنواع الأسلحة المستخدمة بها ومنظومة الأسلحة المستقبلية لهذه الوحدات، وقد ألقي القبض عليهما في عام 1988 وحكم عليهما بالسجن. وفي عام 1987 تمكنت المخابرات القطرية من تجنيد أحد المتعاقدين مع قوة دفاع البحرين، وذلك بهدف جمع معلومات حساسة حول القوات المسلحة البحرينية وبخاصة حول جاهزيتها في جزر حوار، وقد ألقي القبض على العميل وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات وصدر عفو أميري عنه عام 1993. وفي عام 1996 وفيما يعرف بخلية الباكر، سعت المخابرات القطرية إلى جمع معلومات حساسة من خلال أحد ضباطها بالتعاون مع امرأة قطرية متزوجة من مواطن بحريني ومقيمة في البحرين آنذاك، وقد وجهت المخابرات القطرية عمليهما إلى جمع معلومات متعلقة بالشؤون العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البحرين بشكل عام، كما تم توجيههما بتزويد المخابرات بمعلومات حول الاضطرابات الأمنية التي كانت تمر بها البحرين في فترة التسعينيات، وقد ألقي القبض على المذكورين وتمت محاكمتهما وترحيلهما إلى دولة قطر. والجدير بالذكر أن أمير دولة قطر استقبلهما حين وصلا إلى قطر. وفي نفس العام تمكنت المخابرات القطرية من تجنيد أحد منسوبي قوة دفاع البحرين كونه يتردد إلى دولة قطر كثيرا لارتباطه بأقارب هناك، وقد وجهته المخابرات القطرية للحصول على معلومات وأسرار عسكرية خاصة بقوة دفاع البحرين وأي معلومات حساسة أخرى مقابل مبالغ مالية، وقد استغل العميل عمله لتزويد المخابرات القطرية بمعلومات سرية وحساسة، بل وساعد أحد عناصر المخابرات القطرية في تصوير منشآت حساسة وحيوية، وقد تم إلقاء القبض عليه وحكم بالسجن وطرد من الخدمة العسكرية. وخلال الأعوام 1986 و 1991 و 1992 و 2004 تم رصد العديد من الزوارق التابعة لسلاح أمن السواحل القطري داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين. الممارسات السلبية القطرية تجاه البحرين ليست وليدة اللحظة، بل تمتد إلى زمن بعيد من السعي المتواصل لزعزعة أمن واستقرار البحرين، وكان لابد من وقفة بحرينية حازمة لحفظ الأمن ومنع التدخلات في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.